إذا شنو هذا الشكل عندي هنايا؟ هذا مستطيل كيتسمى ان ريكتانغل، صافي؟ اش كيتسمى؟ ان ريكتانغل، مستطيل. المستطيل شحال عنده من ضلع؟ أربعة ديال الأضلاع. عنده الضلع الأول، الضلع الثاني، الضلع الثالث، الضلع الرابع. إذا هذا الضلع الأول مع الضلع الثالث كيكونوا متقايسين، هذا اللي الفوق وهذا اللي التحت كيكونوا متقايسين، عندهم نفس العبار. مثلا إلا عندي أنا هنا مثلا 8 سنتيمتر، شحال خص يكون عندي هنا لتحت؟ 8 سنتيمتر. هنا ها؟ ماشي ضروري الرابع، علاش قلتو الرابع؟ ماشي ضروري الرابع، تقدر تكون 6، تقدر تكون 7، تقدر تكون 2، فهمنا؟ حنا غنفترضوا مثلا هنا عندي 2 سنتيمتر، شحال خص يكون عندي هنا؟ 2 سنتيمتر. ألوغ حنا هنا علاش قلنا ماشي ضروري تكون 4؟ اللي مهم عندنا هو أن الطول ديال الضلع هذا خص يكون صغر من الطول ديال الضلع. ميمكنش أنا هنا غندير 8 سنتيمتر وهنا غندير 10 سنتيمتر. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ يعني هنا إذا كانت عندي 8 خص هذه يكون صغر منها، 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7. تفهمنا؟ مزيان. دابا حنا بغينا نحسبوا لو بيريمتر ديال لو ريكتانغل، لو بيريمتر بي. شنو هو المحيط؟ هو هاد المسافة هادي، هنا هكا هكا هكا، هادي كاملة هادي كتسمى المحيط. ألو بغينا حنا نحسبوا المحيط ديال المستطيل. المستطيل شحال عنده من ضلع؟ أربعة. إذن حنا غنفترضوا مثلا غنديروا هنايا أ بي سي دي. ألو هذا مستطيل أ بي سي دي، بغينا نحسبوا المحيط ديالو. ألو غادي ناخذ الطول ديال الضلع الأول، شحال هو؟ 8 سنتيمتر. زائد الطول ديال الضلع الثاني شحال هو؟ 2 سنتيمتر. زائد الطول ديال الضلع الثالث شحال هو؟ 8 سنتيمتر. زائد الطول ديال الضلع الرابع شحال هو؟ 2 سنتيمتر. يلا عندي 8 زائد 2 10، 10 زائد 8 18، 18 زائد 2 20. إذا الطول، إذا المحيط ديال المستطيل شحال كيساوي؟ 20 سنتيمتر. نعاود، حتى المحيط راه بحالو بحال المثلث، المحيط ديال المستطيل راه بحالو كنحسبوه بحال الحساب ديال المحيط ديال المثلث، هو المجموع ديال الأطوال ديال الأضلاع اللي عندنا. فهمنا؟ ممكن هنا حنا نختصروا الكتابة. شنو عندنا هنا؟ عندنا هنا 8 هاهي مكررة، إذا عندي هنا 8 مكررة وعندي 2 مكررة. 8 شحال مكررة من مرة؟ 2 و 2 مكررة كم من مرة؟ 2. هنا ممكن نديرو عملية الضرب، حنا غنديرو بي هي 8 زائد 2 شحال معاودين من مرة؟ 2 مرات. إذا هي 8 زائد 2 في 2 كتساوي 8 زائد 2 10 في 2، ماشي زائد، في 10 في 2 يعني 10 زائد 10 هي 20 سنتيمتر. ألوغ نتوما باش ما تدوخوش، نتوما باش ما تتلفوش، بما أن المستوى شوية غادي تتحال باش ما تتلفوش، المحيط ديال المستطيل هو مجموع طول أضلاعه ثلاث، فهمنا؟ هو المجموع ديال هاد الأضلاع أ بي زائد بي سي زائد سي دي زائد دي أ، هذا هو المحيط ديال المستطيل. صافي المسألة واضحة؟ نعم. المسألة واضحة؟ نعم. حنا غندوزو هنا للمربع، إذا هذا مربع، هذا مالو؟ مربع. إذا ما يميز المربع عن المستطيل هو أن المربع عنده ديال الأربعة ديال الأضلاع كلها متقايسة. ما معنى متقايسة؟ إلا عندي، عندي حنا مثلا هنا أ بي سي دي، مثلا إلا عندي طول أ دي مثلا هو 5 سنتيمتر، عندي الطول ديال هاد الضلع هذا أ دي هو 5 سنتيمتر، شحال خاص يكون الطول ديال الضلع دي أ بي؟ ها؟ يكون حتى هو كذلك 5 سنتيمتر. بي سي شحال غيكون؟ 5 سنتيمتر. سي دي شنو كتلاحظوا انا هنا؟ شنو كتلاحظوا؟ بان هاد خمسه تتكرر. نعم. بان خمسه تعاودات، شحال مرات تعاودات؟ اربعه المرات. اذا المحيط ديال المربع كاين جوج طرق، جوج طرق، اما الطريقه ديال الجمع المتكرر، يعني غناخذ الطول ديال الضلع ا بي زائد الطول ديال الضلع بي سي زائد سي دي زائد دي ا، هي 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 هي 25، لا هي 20
هي 20 سنتيمتر. تفهمنا؟ منين جبنا حنا هاد الخمساوات؟ ها الخمسه الاولى ديال ا بي، الخمسه الثانيه ديال بي سي، الخمسه الثالثه ديال سي دي، والخمسه الرابعه ديال دي ا. تفهمنا؟ اذا حنايا المحيط ديال المربع، المحيط هذا هو المحيط، المحيط ديال المربع هو المجموع ديال طول الاضلاع ديالو. حنا عندنا هاد الخمسه معاوده شحال من مره؟ اربعه د المرات. اذا غندير هنا عمليه الضرب. اذا المحيط ديال المربع غيساوي الطول ديال الضلع اللي هو خمسة، بما ان الاضلاع كلها غتكون عندنا نفس الطول ديال الضلع. في شحال من ضلع؟ في اربعه ديال الاضلاع. شحال كتساوي؟ 20 سنتيمتر. كنتمنى ان الشرح واضح. فهمنا؟ نعم. اللي ما فهمش حنا مازال غنديروا تمارين، اللي ما فهمش غنعاودوا ونشرحوا مره اخرى. المهم هذا الفيديو هذا غنلوحوا لكم في الواتساب، ملي تمشيو للدار عاودوا راجعوا. تفهمنا؟ نعم. يلا.